هذه المباراة صخرة الدفاع المنتخب الجزائري جمال مصباح وحاول جلب عناصر المنتخب الإيرلندي عدلان قديورة طويلة أمامية لكريم زياني كريم زياني كريم زياني يمر كريم أوي 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 على هذا التدخل القوي جدا قوي قوي هذا التدخل من دارين أودي في مكان مناسب هاي سرعة كريم زياني هاي قوة كريم زياني في إثارة الأخطاء في جلب مخالفات في أماكن حساسة كهذه من نادر بالحاج كرة أخرى داخلة عالية حتى في غياب مجيد بوقرة وفي غياب عنتر يحيى لدينا من يسجل بالرأس ستكون داخلة وعالية صعبة 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 كانت من رفيق حليش ولكنها وجدت الدفاع الإيرلندي مهم جدا أن ندخل الشوط الثاني من هذه المباراة بنزعة هجومية ردود الأفعال في مثل هذا النوع من المباريات لما تكون منازم أمام منتخبات قوية مثل المنتخب الإيرلندي أمر ضروري نذكر بأن نفس المنتخب فاز على منتخب الباراغواي الذي يعتبر هو الآخر من بين أقوى المنتخبات في أمريكا الجنوبية منذ يومين أو إلى لم تصل إلى جبور الذي اضطر أو عفوا الذي لم يتمكن من هذه الكرة منكم رفيق جبور افتقدناه 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 كثيرا في كأس أمم إفريقيا واليوم يعود في انتظار عودة بقية العناصر المصابة كلها إن شاء الله ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام منتخب الإمارات العربية في نورنبرغ حضور الجالية العربية أيضا كل البلدان العربية تقريبا ممثلة فوق المدرجات عدنان قديورة يسترجع هذه الكرة يزيد منصوري لحبيب العيد حبيب العيد حذاري من المغامرة في مثل هذه الأماكن فوزي شوشي يبدو أن أداء المقنع في الشوط الأول خلى المدرب الوطني يمنح المزيد من الوقت وترافاتوني الذي لعب في ميلواسي ودرب الميلون ودرب المنتخب الإيطالي لا زالت لديه اللمسة الكروية حبيب العيد قوي بالرأس وقد يسارع ولكن صعبة 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 يجب 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 الحراسة الفردية وعودة عودة من؟ عودة دائما أو هذه المرة جمال مصباح في المكان المناسب روبي كين لم يتمكن من إيصال الكرة للورنس في الوقت المناسب لأن جمال مصباح قطعها ونذير بالحاج طلبها من هناك ولكنه يسترجعها ويلعب مع جمال مصباح بذكاء المراوغه ينتظر رفيق جبور نذير بالحاج يفضل العوده الى الخلف الى مادي الاحسن ليزيد منصوري عدلان قديورة يطلبها كريم زياني يريد ويبحث عن نذير بالحاج يضطر في نهايه المطاف لاستنجاد بيزيد منصوري عدلان قديورة مادي الاحسن في مكان مناسب يلعبها في العمق مع رفيق جبور رفيق جبور يحاول إثارة الخطأ كريم زياني مادي الأحسن عودة كامل عناصر المنتخب الإيرلندي تقريبا إلى الخلف بسبب ضغط عناصر المنتخب الجزائري مهم جدا إبقاء المنتخب الإيرلندي في منطقته ممتازة ممتازة ليزيد منصور يتسرع تسرع والكرة كانت دائرية صعب جدا تسديدها لما تكون دائرية على الطائرة هكذا شوف هنا الإعادة تسرع 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 أنا يزيد منصوري لكن إلى حد الآن مع بداية الشوط الثاني فرصتين كرتين جزائريتين وكرة وحيدة خطيرة للمنتخب الإيرلندي أرى من هناك رياض بدبوز أرى فؤاد قدير وأرى رفيق صيف يحضرون روبيكي لم تصل الكرة وعدلان قديورة طويلة إلى حد الآن حتى سواء المنتخب الجزائري أو المنتخب الإيرلندي يركزان على الكرات في العمق 90% من الكرات خاصة الإيرلندية هي كرات في العمق لذلك مسؤولية كبيرة على رفيق حليش وكذلك حبيب العيد روبيكي العودة إلى لورانس ولن صعبة صعبة صعبة
ضياع الثانية جفيورا لا يجب أن يمر من هذا المكان. اللاعب دوث دوث يحاول يوزع صعبة وفوزي شوش عذاري عذاري فوزي عذاري عذاري فوزي وروبيكين يسجل هدف رقم 42 بألوان المنتخب الإيرلندي. خروج غير موفق تماما فوزي شوشي من فوزي شوشي استغله روبيكين القائد الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني حتى كرة جديورة في المرة الأولى سالت مهمة دوف الذي تمكن من التوزيع. فوزي خروج غير موفق تماما معليش هذه الأخطاء قد تحدث في المباريات الودية ولكن لا يجب أن تحدث فقط في المباريات الرسمية. حتى مهدي الأحسن تأخر نوعا ما في مضايقات اللاعب روبيكين. حبيب العيد حليش مصباح طبعا هذا هو المستوى العالي يجب ان نتاقلم يجب ان نتعود معه. الاخطاء تدفع كاش في مثل هذا المستوى العالي ولكن الاحتكاك بالكبار قبل موعد الكبار في جنوب افريقيا امر ضروري وهام. روبيكين يعتمد دائما على الخبره الكبيره من اجل اثاره الاخطاء. خلف لصالح المنتخب الايرلندي وكيفن دويلي نفس جديد قد يبعث في المنتخب بعد التغييرات التي سيقوم بها المدرب الوطني. وخطا لصالح عدلان جديورا ضد اللاعب كيفن دويلي. طويلة هذه الكرة أمامية فيها دفع على مهدي الأحسن فيها دفع على مهدي الأحسن وغزال دفع كان على غزال. ومخالفة لصالح المنتخب الجزائري وكريم زياني لعب مع مهدي الأحسن يزيد منصوري. كريم زياني دائما عنده الكرة لنادر بالحاج لم يتأقلم كثيرا مع هذا المنصب الجديد. زياني 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 في أولى الكرة الخطيرة غزال لا زالت الخطورة لجبور كان في نوع من الدفع على جبور. الله ننتظر فعل المنتخب الجزائري لا تهم النتيجة لكن تهم الفرص. نذير بالحاج يطلق نذير لم تصل إلى كريم زياني أراد في العمق أراد في دار الدفاع. عدل يا حبيبي يا بالعين ويا فوزي يا شوشي من المغامرة والمجازفة في اللعب رف غزال الذي عاد من وضع التسلل لكن الحكم يترك مبدأ الأفضلية للمنتخب الإيرلندي والانطلاقة الانطلاقة من دوث الخطير ومخالفة دائما لصالح المنتخب الإيرلندي. كرة زياني أنعشتنا وكرة تؤكد بأن الإمكانية لا زالت موجودة. هاي 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 الانطلاقة هاي التسديدة بخارج القدم كانت قوية ولو أنه لم تكن عنده المساحة اللازمة كانت الكرة لاصقة تقريبا في رجله لذلك لم تكن قوية بالقوة التي يملكها كريم زيان. طويلة 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 هذه الكرة دائما يبحث عن الكرة قوي في الضربة الرأسية. هذه المرة أراد الفريق الإنجليزي في العمق يزيد منصوري لجمال مصباح. هذه هزيج الجمهور الجزائري الذي يقف كرجل واحد لمساندة المنتخب الجزائري. يجب إيصال الكرة يا غزال بالكيفية اللازمة خاصة وأن زياني كان في وضعية مناسبة. حذاري من الهجمات المعاكسة الآن هكذا سيلعب المنتخب الإيرلندي سيلعب بالهجمات المعاكسة لذلك الصعود والهجوم ضروري والعودة والحيطة يزيد منصوري أكثر من ضرورية في هذه المباراة حتى نتفادى مثل هذه الكرة الخطيرة. لكن جمال مصباح موجود هناك حاضر بدنيا حاضر تكتيكيا وحاضر فنيا إلى حد الآن في منصب غير متعود عليه كثيرا.
جيلينغام ليجير خير الجناح البحث عن ستيفان كيلي لروبين روبي كين قوي ممتاز هذا اللاعب خطيرة ولكن عودة حبيب العيد في نهاية المطاف أمام دويلي رقم 9 الخطير إخراج الكرة لا يجب أن تتسرع يا مادي يا الأحسن حتى هذه الكرات تثير الإصابات في الكثير من الأحيان كريم زياني في الوسط بدنيا حاضر ممتاز لرفيق جبور بعيد معليش جبور يضغط يبحث عن استرجاع للكرة وتعود إلى من؟ إلى حبيب العيد بهدوء يا حبيب يا بالعيد وحذاري من هذه الكرة الخطيرة من دويلي وحبيب بالعيد يعود في نهاية المطاف يصحح الخطأ ويخرج هذه الكرة إلى الركنية المنتخب الإيرلندي يعتمد على الهجمات المعاكسة السريعة صعب جدا أنك تلعب مباراة من هذا الحجم بمحور دفاع ناقص من لاعب اسمه عطر يحيى وناقص من ملعب من لاعب اسمه مجيد بكرة اسمين من الصعب جدا تعويضهم دون التعبان التقليل من قيمة حبيب بالعيد الذي يفضل أن يلعب كثيرا على الرواق الأيمن ركن أيضا لداميان دوك لصالح المنتخب الإيرلندي في الوقت الذي يغادر رفيق جبور ويدخل رفيق آخر اسمه رفيق صيفي رفيق جبور يغادر تحت التصفيق طبعا الأمور ضرورية لراحة اللاعبين لتحضير اللاعبين تجربة كل الحلول الممكنة الركنية في القائمة الأول تقاس من يزيد منصوري لكريم زياني بدنيا رفيق صيفي ممتاز بدل ما ندخل الآن فقط يجب أن ندخل فقط في المباراة ضاعت هذه الكرة ولكن يحاول الاسترجاع دائما أمام داميان دوف جرين توزيع بالعيد يسبق دويلي ولكن يرتكب او يستفيد من المخالفه ممتاز حرارة الجمهور وتجند الجميع وراء هذا المنتخب من اعلى هرم في السلطة الى غاية ابسط مواطن جزائري تجعلنا نتفاعل مع المباراة حتى وان كانت ودية وتحضيرية عدلان قديورة عدلان العودة الى حبيب بالعيد رفيق حليش لا ننسى بأن هذا المنتخب تغير ب 60% بسبب الإصابات المنتخب والتشكيلة المثالية إن شاء الله سنراها وسنكتشفها في المباراة الودية الأخيرة أمام المنتخب الإماراتي في نورنبرغ الألمانية ستيفان كيلي راح ينفذ هذا التماس لصالح المنتخب الإيرلندي 59 دقيقة مرت من هذه المباراة النتيجة لصالح المنتخب الإيرلندي هدفين مقابل صفر نفس النتيجة التي سجلت عام 1982 لكن لصالح المنتخب الجزائري يومها عصاد سجل الأول وماجير أمضى ثنائية بجيل يبقى في الذاكرة قهر الألمان فهل سيفعل هذا الجيل أمام الإنجليز إن شاء الله كل شيء ممكن بهذه الإرادة بهذه الروح بهذه الشجاعة بهذا الانسجام بهذه الحرارة الجزائرية يبقى كل شيء ممكن يزيد منصوري عدنان قديورة جلين وولن دائما التركيز على هذا الخطير كيفن دويلي صعب جدا هذا اللاعب سريع وذكي كريم زيان بذكاء ولكن التدخل كان قوي على غزال والحكم ترك المباراة تتواصل فيه اندفاع بدني قوي من كلا الجانبين أحسن امتحان ممكن واختبار ممكن قبل مباراة المنتخب الإنجليزي نتعطش للانتصارات نتعطش للأهداف لكن كرة القدم هي هكذا تحذر بمباريات كبيرة لا تهم فيها النتيجة بقدر ما تهم الملاحظات بقدر ما تهم الاستنتاجات بقدر ما تهم وضع الخطط التكتيكية التحضيرية للمواعيد الرسمية لورانس ليام لورانس رفيق صيفي في أولى الكرات لعبد القادر غزال فيها الخطأ لصالح المنتخب الجزائري ولصالح مادي الأحسن وكريم زياني الذي ينفذها بسرعة محاولة مباغتة دفاع المنتخب الإيرلندي
لكريم زياني داخل لرفيق صيفي. أولى الكرات من رفيق. ما هذا التدخل من هذا؟ ما هذا التدخل؟ غزال يهدئ من رفيق صيفي. طبعا المباراة الودية لا تحتاج إلى مثل هذه الأشياء. هاي الإعادة المهمة، الأمور التكتيكية والتقنية كانت من البديل أودي على رفيق صيفي. طبعا كل لاعب يطلب الحماية من الحكم في مثل هذا النوع من المباريات. وستوود حارس المنتخب الايرلندي. طويله، يلا حبيب العين، حذاري حذاري من روبيكين. وشوشي شوشي بارع في هذه الكره، امكانياته كبيره واخطاء الشبان تصحح مع مرور المباريات الكبيره. هذا ما ينطبق على فوز شوشي. يزيد منصوري لحبيب العيد، رفيق حليش، مادي الحسن. حتى مادي بحاجة إلى المزيد من المباريات مع المنتخب الجزائري. يزيد منصوري، ممتازة من رفيق صيفي. هذا هو فوز شوشي، إمكانيات كبيرة جدا، وكما قلت الأخطاء ترتكب من الجميع ولكنها تصحح لما يكون الحارس يملك هذه الإمكانيات التي تجعله يصد كرة للاعب يسمى بكل بساطة روبيكين، يحمل رقم 10 ورمز من رموز المنتخب الإيرلندي. صعبة صعبة، روبيكين يريد انهاء مشوار ويريد ان يسجل الهدف رقم 43 مع المنتخب الايرلندي. لكن هذه الاختلالات الموجوده في محور دفاع المنتخب الجزائري طبيعيه جدا ما دام ان حبيب العيد يلعب في منصب ليس المنصب الذي يحبه والذي يفضله، بل يفضل منصب مدافع ايمن. ضف الى ذلك منتخب يتغير في المحور وفي غياب لاعبين، واي لاعبين؟ اقصد بوغرا ويحيى عنتر. طبيعي جدا ان تحدث مثل هذه الاختلالات. كريم زياني، كريم زياني دائما يلعب مع مادي الحسن. كريم زياني تعدل الكره دائما. كريم 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 مع يزيد منصوري، محاصر يزيد. بعد ذلك لم تعد الكره، لم تعد اليوم لورانس عنده الكره. فيها الخطا، فيها الخطا على اللاعب داميان دوت. اول انذار هذه المباراه على القائد يزيد منصوري. خطا تكتيكي في وسط الميدان من اجل قطع الهجمه وتغيير في المنتخب الايرلندي بخروج محبوب الجماهير. دف داميان دف، هكذا تخرج نجوم ايرلندا تحت تصفيقات انصارها، ودخول اللاعب رقم 21 كيس فاي. رفيق حليش، حبيب العيد بقوة لرفيق صيفي مع غزال. غزال لنادر بالحاج، نادر مرة، نادر صعبة خطيرة لما يمر نادر في العمق. كانت قوية نوعا ما، معليش الفكرة كانت ممتازة وانطلاقة نادر كانت رائعة. وسيدخل هذا الثنائي، انتظروهم فهم فهو اقصد الثنائي يملك امكانيات كبيره وكبيره جدا. رياض بوتبوز، فؤاد قدير، امل الكره الجزائريه صراحه بشهاده حتى عناصر المنتخب الجزائري والمدرب الوطني، فعلوا اشياء كثيره في الحصص التدريبيه وننتظر منهما الكثير، ليس في هذه المباراه فقط بل في مونديال جنوب افريقيا. سنرى الرسم التكتيكي الذي سينتهجه المدرب الوطني رابح سعدان بهذا التغيير، لكن قبل ذلك حذاري حذاري في محور الدفاع، لأن كل انطلاقات المنتخب الإيرلندي هي في هذه المنطقة، والآن لا يوجد شيء يخفى على أي منتخب
نحن في عصر العولمة وكل منتخب يدرس المنتخب الآخر. ترى باتون يعرف كل صغيرة وكبيرة على المنتخب الإنجليزي، لذلك يعرف أن بوغرا غائب، يعرف أن عطر يحيى غائب، لذلك يفضل ويركز على هذه المنطقة. نذير بن حجدان يغادر والآخر تحت تصفيقة حتى الجمهور الإيرلندي لأنه يعرفه جيدا في البطولة الإنجليزية مع نادي بورسموث. يدخل إذن اللاعب رياض بودبوز في انتظار التغيير الثاني بخروج من؟ بخروج اللاعب يزيد منصوري القائد. إذن يزيد منصوري يخرج، يدخل فؤاد قدير، يدخل أيضا رياض بودبوز. سنكتشف اسمين جديدين وحتى أيضا فوزي شوشي يخرج ويدخل مكانه الحارس الآخر الذي يملك إمكانيات كبيرة جدا وبن بلعي. الكل يصفق على فوزي شوشي في أجواء كبيرة. هي هكذا المباريات الودية، هي مباريات الانسجام، هي مباريات الاكتشاف الأسماء الجديدة. حتى وإن كان البعض ربما يقول هل نبحث عن انسجام قبل أسابيع أو أيام قليلة من المونديال؟ كل منتخب يفعل ذلك لأن أسماء كبيرة ستغيب عن المونديال أخرها بطبيعة الحال أسماء كبيرة وكبيرة جدا بدأت تضيع المونديال بسبب اللعنة الإصابة. عدلان قدوة لرفيق صيفي، رفيق صيفي لازم ما تخش في المباراة. حبيب العيد يسترجع هذه الكرة. الوقت يمر، ندخل الدقيقة 68 من هذه المباراة ونتيجة دائما لصالح المنتخب الإيرلندي، هدفين مقابل صفر. جرين سجل الهدف الأول وروبي كين سجل الثاني لصالح المنتخب الإيرلندي. رفيق صيفي لم يتمكن من الكرة، رياض بودبوز في أول كرة له يستفيد من التماس. الآن ثاني كرة لرياض، شاهدوا اللمسة، شاهدوا البراءة، شاهدوا الطريقة التي يغطي بها الكرة هذا اللاعب. اختصارا هذه طريقة لعب رياض بودبوس. لكريم زياني، ممتازة من كريم، ممتازة من كريم بروعة وببراءة أيضا لغزال. غزال يوزع هذه الكرة بعيد على بعيد على رفيق صيفي. وضربة مرمى لصالح جريك. والحارس ويستود. باتوني لم يقم بتغييرات كثيرة إلى حد الآن. حذاري 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 وبلعي بلعي بلعي حتى عندما يسقط يتصدى لهذه الكرة. مهمة 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 جدا هذه الكرة للحارس وهاب بلعي لأنها أول مباراة بالنسبة إليه مع المنتخب الجزائري، ومهما لا يتلقى الأهداف ومهما أن يتصدى بهذه الطريقة لأنه إمكانياته كبيرة. ولكن في كرة القدم لا يكفي أن تكون عندك المهارة الفنية فقط، بل يجب أن تكون لديك الثقة في النفس حتى تظهر كل ما لديك. وثقة بالنفس تكون بالنسبة للمهاجم لما يسجل الأهداف، بالنسبة للمدافع لما يقوم بتدخلات قوية، وبالنسبة لحارس المرمى لما يتصدى لكرات ساخنة. رفيق حليش كرة دائما جزائرية مصباح من هناك يلعبها مع فؤاد قدير. أولى الكرات مع عدلان قديور. عدلان يلعب في هذا المكان يحبه كثيرا ولكنه لم يمر لم يمر ويسترجع. هاي منصب عدلان قديورة وهاي قوة عدلان قديورة في استرجاع الكرات في مثل هذه الأماكن. مهدي الأحسن لجمال مصباح، جمال مصباح يعود إلى مهدي الأحسن لكريم زياني. كريم بدنيا خلاص ما خوفناش تماما، لم نشعر كثيرا بأنه بقي لها شهور طويلة من دون منافسة. عدلان قديورة لرياض، يلا يا رياض، لم يمر رياض في هذا المكان، يستهي قدير يعود، ممتازة من رياض لغزال في دار دفاع، انطلق بودبوز، ممتاز بودبوز، رائعة!
بين رياض. يلا يا رياض، رياض يدخل، ولما يدخل رياض ولما يندمج من المجموعة صدقوني هذا هو أمل المنتخب الجزائري بدون أن ننقص من مهارة الكثير من اللاعبين. 19 سنة فقط بالنسبة لهذا اللاعب، وحذري من الأخطاء، قلت 19 سنة فقط لهذا اللاعب، مهارة فنية عالية، قوة شخصية أيضا، وطابع أيضا يسهل له الاندماج مع كل زملائه. وخروج من؟ خروج واحد من اللاعبين الخطيرين أيضا، كيفن دويلي. هكذا تعشق إيرلندا نجومها، وهكذا تعشق الجزائر أيضا نجومها، لأن أبناء الجزائر جاءوا من كل مكان من أجل الجزائر ومن أجل منتخبها الذي إن شاء الله سيكون حاضرا بقوة في جنوب إفريقيا بعد تحضير عالمي في كرومونتانا. وكما قلت بأن المنتخبات التي تحضر في المرتفعات تحتاج إلى بعض الوقت حتى تسترجع إمكانياتها وحتى تكون في قيمة مستوى، عكس المنتخب الإيرلندي الذي لم يحضر في المرتفعات، اكتفى في بمباريات ودية تحضيرية، طبعا يحضر لإقصائيات كأس أمم أوروبا. ستيفان كيلي في تنفيذ التماس صعب 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 حذاري، ولكن هناك بلحي خرج في الوقت المنافس. بنية مورفولوجية تساعد بلحي على تقديم مباريات في المستوى 1.84 سنتيمتر، هذا هو طول هذا الحارس العملاق الذي كان خجولا في بداية تربص كرومونتانا، ولكن في نهاية المطاف اندمج بالشكل اللازم. شأن مصباح الذي تصدى لهذه الكرة وتعود إلى بول جرين من هناك، طويلة في العمق، يوجد الآن أخطر عناصر المنتخب الإيرلندي في الهجوم، لكن المنتخبات الكبيرة لا تملك 11 لاعب فقط بل تملك 22 لاعب تقريبا بنفس المستوى. وإنذار فؤاد قدير أو لمصباح فؤاد. جمال مصباح وجه آخر من الوجوه الشابة والواعدة بالنسبة للكرة الجزائرية، وخروج عملاق بلحي في الوقت المناسب. عنده أيضا قوة إيصال الكرة بالقدم لمسافة طويلة مثل ما يفعل بهذه الكرة لرياض بودبوز. عدنان قديورة في تماس صاحب المنتخب الإيرلندي قبل ربع ساعة من نهاية هذه المباراة. المنتخب الجزائري لا زال منازما بهدفين مقابل صفر. في تغييرات أخرى طبيعي جدا في المباراة الودية التحضيرية الكثيرة الكثيرة، خروج كلين وولن وتقول اللاعب رقم 20 كيس أندرو. نبدأ نتعود مع الأسماء الإيرلندية صعبة النطق مثلما للتعود على أسماء سلوفينية والإنجليزية ليست صعبة النطق لأننا تعودنا على نجوم البريمير ليج. مهدي الأحسن شغف الأمور واضحة بالنسبة لمدرب وطن بحسان دان، خلى مهدي الأحسن، خلى كريم زياني للعب أكبر قدر ممكن. على البراعة، على الروعة، على الفنيات، على المهارات، كلها سنعيدها حتى وإن غاب. تسديدة 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 اصطدمت بالدفاع، مرت بالكرة. كنت سأقول حتى وإن غاب فنان اسمه مراد مغني لا زلنا نملك فنانين، وفنان المستقبل اسمه رياض بودبوز. عبدون اسم آخر ننتظر منه الكثير، والآخر لا زال صغيرا ولو أنه لعب نهاية كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري، يدخل يعطى نفس آخر لوسط ميدان المنتخب الجزائري.
اقحام اغلبيه العناصر، امر طبيعي من قبل المدرب الوطني رابح سادام، لان النتيجه كما قلناها نعيدها ونكررها اكثر من مره لا تهم. ما يهم هو ان ينسجم رياض بدبوز مع المنت مع زملائه حتى ينفجر في جنوب افريقيا، حتى يتاقلم قدير ويقدم ما لديه، ومع ذلك غزال قد يفعلها بهذه الكره. غزال غزال غزال، تسديده تسديده، لا زالت الخطوره، لا زالت الامكانيه موجوده موجوده بكره لم تجد المتابعه، لم تجد المتابعه من غزال الذي كان متاخرا نوعا ما. كانت من مهدي الاحسن، كانت في العمق لغزال، استقبلها تمكن من ترويضها، ولكن بعد ذلك من اللاعب فؤاد قدير مره جانبيه، وغزال يغادر ارضيه الميدان، يترك مكانه لجمال عبدون. هي هكذا المباريات الوديه، لاكتشاف حتى الجمهور الحاضر هنا فضولي فضولي، يريد رؤيه كل اللاعبين واكتشاف امكانياتهم عن قرب، خاصة الجمهور الجزائري الذي يتابع معنا هذا النقل المباشر من قلب الحدث من ملعب دوبلان وارديس وعدلان قدوان لرياض بودبوس. مهارة فنية كبيرة، انطلاقة من روبيكين، ومن عاد عاد حبيب العين بقوة. حتى عندما تلعب بهذه الطريقة، حتى عندما تنهزم، الهزيمة لا تعني شيئا لرفيق صيفي، ولو أننا نريد هدف في هذه المباراة على الأقل. رفيق صيفي يغير الجناح لمصباح جمال عبدون، لمس أول كرة بالنسبة إليه رفيق حليش. أمر فعلا مفرح بالنسبة للمنتخب الجزائري، اندماج هذه العناصر الجديدة. الكل كان متخوف من تغيير الفريق، من استخدام 7 لاعبين، لكن إلى حد الآن صراحة لا نشعر بالكثير من التغييرات، لأنه لا ننسى بأنه ركائز كبيرة غايبة اليوم. لما يغيب مطمور، لما يغيب يبدا، لما يغيب عنتر، لما يغيب بوقرة، ولما يغيب مايسترو اسمه مراد مقني، صعب جدا أنك تواجه أمام منتخب شبه متكامل. ورياض بودبوز لم تصل هذه الكرة، أصبحنا نريد أن تصل الكرة إلى قدم رياض حتى نتمتع، ونتمتع مع كريم زياني لرياض بودبوز. رياض لكريم، رياض لكريم، كريم بخارج القدم لجمال عبدون، جمال عبدون يتمكن من الكرة ولكن لم يجد المساندة في نهاية المطاف، وتماس المنتخب الجزائري. هل المنتخب الجزائري يضغط في نهاية المباراة؟ أمر جيد، يعني أنه من ناحية البدنية هو حاضر وجاهز، والجانب البدني مهم في موعد عالمي مثل موعد جنوب إفريقيا. رفيق صيفي لجمال عبدون بالعقب، لم تمر هذه الكرة، الآن تمر إلى رفيق صيفي. يلا رفيق، يرتكب بدون نرفزة يا رفيق. المباراة هي مباراة ودية فقط، ولكن هي حرارة، حرارة الجزائر الذي يريد الانتصار، يريد الفوز حتى وإن كانت مباراة ودية. حتى هذه الحرارة مهمة، مهمة بالنسبة للاعبين، ولكن لنا يجب أن ننسى التعليمات الأخيرة للفيفا، التعليمات التي نقلها الحكم الدولي الجزائري السابق بلعيد لاكار. هذا هو جوفاني ترابطوني المدرب السابق للمنتخب الإيطالي لميلوسي، اللاعب السابق أيضا للميلو وللمنتخب، والمدرب الحالي للمنتخب الإيرلندي، واحد من رموز التدريب في إيطاليا وفي العالم ككل. صعبة صعبة لروبيكين، لم يمر أمامه خلاص. بلعيد الآن بدأ يدخل في المباراة، ولو أنه الحكم نوعا ما قاسي والأخطاء كثيرة يصفرها لصالح المنتخب الإيرلندي. هاي الإعادة والانطلاقة، عادل الخطأ، عادل الخطأ من أحمد بدأ الأفضلية، وبعد ذلك عادل الخطأ، وكرة ثابتة لصالح المنتخب الإيرلندي لروبيكين، وكذلك ليام لورنس أمام هذه الكرة. كرة ثابتة إذن لصالح المنتخب الإيرلندي، واختبار آخر
للحارس وهاب مبلحي بالدرجة الأولى. سديدة ومبلحي كان في المتابعة، مبلحي كان في المتابعة، كانت جانبية. طبعا كل فضولي يريد اكتشاف هذا الحارس الذي لا نعرف، الذي لا يعرف الكثير اشياء كثيره عنه، لانه يلعب في بطوله لا يتابعها الجمهور الجزائري الكثير، نقصد البطوله البلغاريه. لكن لما تختار كاحسن حارس في بلد انجب لاعب مثل ستوشكوف، اعتقد بان اقل شيء انك تملك مستوى مميز. وعندنا قديور الان اصبح يسترجع الكرات، شاهدوا الان المردود افضل لما بدات العناصر تنسجم اكثر، ورياض بودبوس في مكان ضيق، في مكان ضيق ومساحه ضيقه، بعد ذلك الكره لم تضع، تذهب الى زميله قدير ثم مادي الاحسن، بعيده نوعا ما، بعيده نوعا ما، مع ذلك لم تخرج. وجمال مصباح، جمال مصباح يتوغل، يمر جمال، يلا جمال، ومخالفه. اللاعبين مهاريين، تملك المهاره، كل العناصر المستخدمة حديثا مميزاتها هي المهارة الفنية، ولما تملك المهارة تملك الحلول، تملك طريقة صرف الأخطاء. طبيعي جدا أن الكرات لم تجسد إلى أهداف اليوم، وهي أشياء ربما سيركز عليها المدرب الوطني في التربص القادم الذي سيكون تكتيكي وفني في ألمانيا أكثر من أشياء أخرى، لأن تربص كرو مونتانا كان للجانب البدني بالدرجة الأولى للتعود على المرتفعات. إذا نعود إلى هذه الكرة الخطيرة، إلى الكرة الثابتة، هل سيفعلها كريم زياني؟ هل سنجعل هذا الجمهور المتعطش للأهداف يتمتع بهدف؟ ولو أنه أعتقد بأنه رفيق صيفي هو الذي سينفذ هذه الكرة الثابتة لصالح المنتخب الجزائري، وأمامه جمال عبدون. احترام المسافة القانونية أمر ضروري من قبل عناصر المنتخب الإيرلندي. تبقى الكرة، تبقى الكرة الجزائرية. نعم نريد هدف في هذه المباراة من جمال عبدون، ربما وركن. هل المنتخب الجزائري يضغط؟ هل المنتخب الجزائري يضغط؟ ينقل الخطر في منطقة دفاع المنتخب الإيرلندي. تبقى الكرة الجزائرية، جمال عبدون البديل، يراوغ، يمر، يوزع، صعبة العريضة، تنقذ مرمى المنتخب الإيرلندي من عدلان قديورة. الجمهور الجزائري هكذا يعشق كرة القدم، يتقبل الخسارة، يتقبل كل شيء، لكن يريد لاعب يلعب، يريد المتعة، يريد الحرارة، يريد الفرص، يريد الإقناع. هذا ما يبحث عن الجمهور الجزائري. ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح المنتخب الإيرلندي. سيد الحكم، جبت أنك قاسي. الحكام في مثل هذا المستوى العالي لا يتسامحون تماما وإطلاقا. يلا ربما سنكتشف مبلحي البارع في ضربات الجزاء. في الصور التي شاهدناها لمبلحي اكتشفنا مهارة التصدي لضربات الجزاء، لكن كرة القدم هي هكذا، كرة تصطدم بالعارضة. دعونا نكتشف سويا مهارة مبلحي، ربما سيتصدى. هدف ثالث، هدف ثالث للمنتخب الإيرلندي من روبي كين. ثلاثية قاسية بالنظر إلى المردود الذي قدمه المنتخب الجزائري في هذه المباراة، ولكنها تبقى مباراة ودية فقط. منافس المنتخب الجزائري منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هزم بأربعة أهداف كاملة في المباراة التحضيرية السابقة، ولكن من النتيجة فعلا فعلا لا تهم بقدر ما يهم أشياء أخرى. ندرك بأن من الناحية المعنوية إن شاء الله فقط لاعبينا ما يدخلوش من الناحية المعنوية بثلاثية، ولو أني واثق من أنه لن يتأثروا إطلاقا بالنظر إلى قوة شخصيتهم، بالنظر إلى احترافيتهم، بالنظر إلى أشياء كثيرة في الوقت الذي يغادر فيه وسود الملعب ويترك مكانه لجو مورفي البديل. طبعا غياب عنتر وبقرة ويبدا ومطمور خلى اثار، صراحة خلى اثاره، امر طبيعي جدا.
خروج ليام لورنس ودخول اللاعب شاين لونغ. أربع دقائق فقط قبل نهاية هذه المباراة. كرة القدم هي هكذا، كرة عند لانجديورا صدمت في العارضة وبعد لا 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 لم يمر لم يمر لم يمر لم يمر روبيكي. عودة موفقة لحبيب الأمور ستتغير كثيرا في دفاع المنتخب الجزائري بعودة بوغروا. الكرة الجزائرية كريم زياني، كريم زياني هذه الصورة ربما أصدق تعبير من كل الكلام الذي قلته منذ لحظات. هذا الجمهور يبعث برسالة للاعبين، نحبكم نعشقكم نحن وراءكم حتى ومهما كانت النتائج. من رسالة من ردود فعل. جمهور يعرف جيدا كرة القدم، يعرف بأن هذه المهارات، بأن هذه النسوج، بأن هذا التأقلم للجدد سيجلب الكثير الكثير لمنتخب شاب، لمنتخب إن شاء الله سيكون مفاجأة المونديال. مهم ايضا جدا ان نبعثر اوراق كابيلو واوراق الجميع قبل موعد الحاسم، لان هذه المباراه تتابع بعيون، واي عيون من خبير مثل كابيلو، من مدربين يسهرون على كل اللقاءات. لا تقلق يا رابع يا سعدان، فكل شيء ممكن مع ابطالنا، مع نجومنا، مع ابنائنا، مع هذا الجمهور الذي سيتنقل باعداد كبيره وكبيره جدا الى جنوب افريقيا. صوره ومشهد رائع ومميز جدا، حتى مخرج المباراه الايرلندي يركز كثيرا على هذه المشاهد الرائعه والاستثنائيه. نحن بلد يعشق كره القدم وبلد يدرك قيمه التمسك بالامل. التمريره التمريره تمريره طويله وإلى التماسك. جمهور إيرلندي يصفق حتى على نسوج المنتخب الجزائري، ومخالفة مخالفة 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 في مكان مناسب. ماذا لو تفعل يا عدلان يا قديورة؟ لا نريد هذه المرة في العارضة. هذه المرة التنفيذ سيكون من المايسترو كريم زياني الذي لعب 89 دقيقة من دون عناء، وإن شاء الله سيكون كذلك كل الجمهور الجزائري مع منتخبه. كريم زياني كانت بين أحضان الآن جواو مورفي. دقيقة ويعلن الحكم عن نهاية هذه المباراة التي شاهدنا فيها الكثير من الأمور الإيجابية. محور دفاع المنتخب الجزائري لا يلام لا يعاتب في ظل غياب لاعبين مكني. لا ادري ماذا اقول، مكني ربما تاثرا بغيابه عن المونديال. اما الطبيعي قلت عنتر يحيى وبوقرة ورياض. رياض يحتفل بالكره، رياض يلعبها مع قدير، الكره لرفيق صيفي، رفيق يبحث عن الخطا لعدلان قديورة. لم يمر عدلان لم يمر عدلان، تقاس من جيرك كونينغام. الكرة عند روبيكين، يسترجع حبيب العيد، رفيق حليش. الوقت الرسمي انتهى في هذه المباراة الودية التحضيرية للمنتخب الجزائري. اختبار حقيقي لمنتخبنا الوطني أمام فريق قوي اسمه المنتخب الإيرلندي، ولو أنه منتخب بـ60% يقدم مردود بهذه الكيفية أعتقد بأنه شيء جميل. في انتظار أن يعود كريم زياني إلى كامل إمكانياته الفنية بالدرجة الأولى، وهي تعود العناصر المصابة، لكن لا يجب أن يأتي هناك هدف رابع، ولن يأتي إن شاء الله رغم هذه الرقية لصالح اللاعب. شاين لونغ
ركن يذن رسالة على المنتخب الإيرلندي عالية. هذا من الأخطاء في الدفاع. كلة الانسجام في هذه المنطقة واضحة وهي من بين الملاحظات التي يكون المدرب الوطني رابح سعدان قد دونها. رفيق صيفي يلعب مع قدير. فؤاد قدير غير الجناح بالكيفية اللازمة. جمال عبدون يحاول من هناك يلعب مع فؤاد قدير. استلام الكرة بشكل ممتاز من قدير فوق المرمى من فؤاد قدير. ونهاية هذه المباراة الدولية الودية بنتيجة أهداف مقابل صفر بين المنتخب الإيرلندي بعد المدرب المحنك جوفاني ترابطوني والمنتخب الجزائري. إذا ثلاثية لتهم ستوضع في أرشيف الماضي. المهم في كل هذا أن مادي الأحسن لعب 90 دقيقة إضافية مع المنتخب. المهم بأن مصباح أظهر مستوى جيد مع المنتخب الجزائري. اكتشفنا المهارة الفنية لبودبوز بالعيد لم يلعب في المنصب الذي يفضله قدير. كان مميزا في هذه المباراة. منتخب جزائري لعب منقوصا من أغلبية عناصره لكن قدم مردود جيد. هذه العلامات وهذه التحية من ترابطوني لعبد القادر غزال من هذا المدرب المحنك بطبيعة الحال. إذا أشياء كثيرة إيجابية شاهدناها، يجب أن نثمن ما لدينا، يجب أن نصحح أخطائنا لنكون إن شاء الله في كامل إمكانياتنا في الموعد العالمي الكبير. شكرا لكم على متابعتكم، شكرا لكل من تابع تغطيتنا بدءا من اعالي كرومونتانا وصولا الى دبنا. تغطيه المنتخب الجزائري بكواليسه بمبارياته ستتواصل مع التلفزيون الجزائري في المانيا وفي جنوب افريقيا. تحيه خاصه وخالصه لهذا الجمهور الرائع ولروبي كين الذي يحيي الجمهور الجزائري ايضا. على امل ان نلقاكم في موعد اخرى. شكرا لكم والى اللقاء.